هل تفكك أمريكا شركة جوجل؟ المعلومة صادمة، لكن ذلك ما يتم التخطيط له بكواليس الإدارة الأمريكية بحسب بلومبرغ. فالخطة تدرسها وزارة العدل الأمريكية لتنفيذ حكم قضائي تاريخي أدان جوجل باحتكار سوق البحث عبر الإنترنت. وإذا لم تنجح جوجل في الدفاع عن نفسها في الحكم بمحكمة الاستئناف، فسيتم تنفيذ خطة التفكيك. والأمر ليس مفاجئاً لمن يعرف تاريخ شركات التكنولوجيا بأمريكا. قبل نحو 20 عاماً تقريباً، كانت هناك محاولة أيضاً لتفكيك شركة مايكروسوفت لاحتكارها أنظمة تشغيل ويندوز، لكن تم التوصل لتسوية عام 2001 تسمح من خلالها مايكروسوفت لشركات خارجية بتطوير تطبيقات متوافقة مع ويندوز. وفكرة التفكيك تعني تقسيم الشركة إلى شركات عدة تكون أصغر ومستقلة بهدف الحد من هيمنتها في السوق وفتح مجال للمنافسة. والتفكيك الذي تدرسه وزارة العدل بأن يتم تقسيم جوجل إلى شركتين رئيسيتين، الأولى مختصة بنظام تشغيل الهواتف المحمولة أندرويد، والثانية مختصة بمتصفح الويب جوجل كروم. وإذا حصل ذلك فستكون ضربة قوية لجوجل، فأندرويد هو النظام الأكثر استخداماً في الهواتف المحمولة بالعالم، حيث يشغل حوالي 2.5 مليار جهاز، بينما جوجل كروم هو المتصفح الأكثر شيوعاً على مستوى العالم، وكلاهما يمنحان سيطرة لا منافسة لها بسوقي الهواتف المحمولة ومحركات البحث عبر الإنترنت. لكن هناك 3 خيارات أخرى تبحثها وزارة العدل بعيداً عن التفكيك، هي: أولاً، منع جوجل من أن تبرم عقوداً حصرية تحد من المنافسة. والمقصود هنا بهذه العقود مثل تلك التي أبرمتها جوجل مع آبل لجعل محرك البحث يعمل بشكل تلقائي على أجهزة آبل كالآيفون وغيره، ودفعت جوجل مقابل ذلك نحو 20 مليار دولار، ومنعت بذلك منافسين مثل بينغ محرك البحث التابع لشركة مايكروسوفت. الأمر الثاني موضوع البحث أيضاً، هو إجبار جوجل على إعطاء ترخيص لشركات منافسة للقيام بعمليات البحث عن البيانات على الإنترنت بدلاً من احتكارها، وبالتالي منع ظهور منافسين في هذه السوق. الخيار الثالث والأخير، وضع قيود على جوجل في كيفية استخدامها للبيانات على الويب لتدريب منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حيث تستخدم غالباً البيانات من دون إذن صريح من منشئ هذه البيانات. فهل تنتهي جوجل التي نعرفها ونشهد عصراً جديداً من محركات البحث؟